مين فينا ما مطلوش عزيز او اخ ليه او اخت ليه او والده او والدته، وقعد دايما محتار ويفكر يا ترى ازاي اسعدهم دلوقتي وهم رحلوا عن عالمنا. والدتي لما بتكون عايشة او اختي او ابني ممكن اسعدهم بهدية، اسعدهم بدعاء، اسعدهم بحاجة اعملها لهم يفرحوا بيها. طب لما يتوفوا ازاي اسعدهم؟ ازاي اسعدهم وهم مبقوش موجودين معانا بشكل مادي اقدر احس بيه؟ ازاي اسعدهم؟ الاجابة كانت عند نبض الحياة، انك تعمل صدقة جارية زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا مما يلحق العبد بعد موته صدقة جارية. بكلمكم النهاردة من قدام بئر الياسمين، صدقة جارية عن اختي توفاها الله رحمة الله عليها. لقيت ان اعمل لها بير عن طريق حد يكون ثقة وأمان صراحة يعني، فوجدت مؤسسة نبض الحياة من أفضل المؤسسات أو من أفضل الجمعيات الخيرية في إنشاء هذا البير. أنا النهاردة موجود مع حضراتكم بفتتح بئر الياسمين، صدقة جارية عن أخت عزيزة الأخت ياسمين إبراهيم، توفاها الله وهي في زهرة شبابها في سن الجامعة. والدتها تأثرت، إخواتها تأثروا، الأسرة كلها تأثرت، ولكن عملوا إيه؟ اتصرفوا إزاي؟ قالوا هنعمل لها صدقة جارية، واتصلوا بينا وجم بنفسهم معانا، وعشان كده حفرنا البير ده بئر الياسمين هنا في محافظة مطروح. من الحاجات الجميلة والله فعلاً اللي بحسها دايماً بستشعر إن أختي بتبقى الله يرحمها بتبقى جنبي، بحس ان هي مبسوطة وفرحانة بالعمل الخير اللي اتعمل لها دوت. ومع كل وضوء وكل شربة مية من البير ده اختي ان شاء الله ياسمين تفرح. وعلشان كده بقول لكل من توفى عليه عزيز ما تتأخرش ان انت تسعده وتفرحه بصدقة جارية، بوصلة مية او بحفر بير او حتى مساهمة في حفر بير، بالتأكيد هيكونوا في أسعد الأوقات لما تساعدوهم بصدقة جارية، وانت كمان هتسعد لما تحس ان انت أرضيت نفسك وأرضيت عزيز عليك وأدخلت عليه السرور بصدقة جارية. دلوقتي بقول لحضرتك ساهم معانا، الفرصة قدامنا كتيرة، أماكن كتيرة جدا محتاجة وصلات مية، محتاجة حفر آبار، واحنا محتاجين الأجر أكتر من أي حد.